نورهان كانجو واختها ديانا كانجو بنتين في العشرينات، لكن بصراحه قدروا ان هم يثبتوا نفسهم جدا. هما الاثنين بيصحوا الصبح كده يلموا شعرهم كحكه ويشمروا هدومهم وينزلوا على الشغل. طبعا انا حسستكم ان هي الشغلانه صعبه، وهي فعلا ممكن تكون صعبه، لكن هما فعلا قدها وقدود وقدروا يثبتوا نفسهم فيها. هما واخدين عالم تصميم البيوت بشكل مختلف، مش واخدينه كشغل وشغل على قد ما هو فن. بيعملوا حاجات حلوة وكبيرة، ومش بس تصميم بيوت، بيقدروا يصمموا حاجات كتير زي المدارس وحاجات كتير مختلفة، وفعلا قدروا هما يثبتوا نفسهم. النهاردة بقى معايا نورهان كانجو، مش هتكلمني عن تصميماتها على قد ما هتكلمني عن ازاي البيت يكون سعيد، وازاي الديزاين يفرق في سعادة البيت وفي علاقاتنا مع بعض. ازيك يا نورهان؟ هاي شيرين، اخبارك ايه؟ كويسه؟ ثانك يو فور ذا اميزنج انتدكشن. على ايه بس، دي الحقيقه. انا النهارده بقى مش هكلمك في ازاي بقى نعمل ديزاين الليفنج روم والاوضه ايه والالوان الموضه ايه، سيبك بقى من الكلام ده، اتكلمنا فيه كتير وشفناه كتير على اماكن كتير. النهارده انا عايزه اعرف ازاي ممكن البيت يكون سعيد او يكون فيه نكد بسبب الديزاين بتاع البيت. ايه بقى اللي يفرق في ده؟ انا مبسوطه قوي ان انت اتكلمتي على النقطه دي، علشان هي فعلا هي اللي بتخلق البيت اصلا. يعني الناس دايما فاكره انه الشكل هو كل حاجه، لكن الحقيقه ان هو التوزيع والتقسيم والتاثير والشكل طبعا هم اللي بيكملوا اصلا الحياه اليوميه بتاعه العيله. بالظبط. فانا مبسوطه قوي ان احنا ندخل في التوبيك ده اكتر. طبعا احنا حتى في شغلنا، وانا دايما يعني ببقى مصره ان احنا نبتدي من عند البريف او الاسئله اللي هي من اليوزر بتاع البيت او اللي بيستخدم البيت، ان هو يقول لنا اكتر عن احتياجاته. بالظبط. مش بس كشكل، لا كمان كالديلي او اليومي بتاعه. احتياجاته اليوميه واستخداماته اليوميه، بيبقوا عايزين ايه بالظبط، وبيعملوا ايه في حياتهم، وهم بيمشوا ازاي، وهم بيصحوا بدري، وهم بيناموا متاخر، ايه الروتين بتاعهم. عشان بيفرق قوي اصلا كديزاين وكتقسيم يعني لينا، بيخلينا لا لو هم كابل بيصحوا بدري، لا يبقى هم دي انجوي او بيستخدموا البيت الصبح اكتر. لو هي ست بتطبخ غير لو ست مش بتطبخ. الحاجات دي كلها يمكن تكون حاجات صغيره، لكن هي فعلا بتاثر على الحياه كل يوم. يعني طب قولي لي مثلا، لو حد بيجهز بيته دلوقتي وهم زي ما انت قلتي بيصحوا بدري، يفرق ايه مثلا وهم بيعملوا ديزاين البيت؟ يبقى هم ياخدوا بالهم من ايه؟ يعملوا ايه او ما يعملوش ايه؟ مبدئيا المهم يكونوا بيصحوا مع بعض ولا مش مع بعض، عشان دي واحده اصلا. يعني حاجه من الحاجات اللي احنا برضو على طول بنسال فيها الكابلز، لو هم بيصحوا في نفس الوقت ولا لا المواعيد. علشان طبعا لو حد لسه نايم او مواعيده متاخره عن التاني، هو هيضطر يصحي التاني معاه. صح. غير لو فصلتي المكان اللي هو بيلبس فيه الدريسنج روم والحمام والحته بتاعت التشينجينج، ما يحصلش انه كلاش، اللي هو يضطر يفتح الستاير والنور والصوت والحاجات دي كلها. صح. فمثلا حاجه صغيره زي دي، بس هي بتحصل كل يوم وبتاثر عليهم كتير جدا. فحاجه زي كده مثلا المكان بتاع الليفنج روم او المعيشه اليوميه. يعني دي من الاساسيات في البيت، مكانها مين هيستعملها، يعني عدد الاسره قد ايه، هيستقبلوا فيها صحابهم ولا لا، هتبقى مكشوفه قريبه من الاوض ولا لا، كلهم بيعدوا عليها وهم داخلين ولا هي لا ايزوليتد او منعزله ومقفوله باب. الحاجات دي بتخلينا احنا نبقى عارفين طيب احنا هنبتدي نقسم ازاي. عشان دلوقتي الترند الجديده في البيوت او يفضل دلوقتي بالذات في الحاجات المودرن، انه يكون البيت اوبن سبيس، يعني مفتوح كله على بعضه. ايوه. فموضوع انه يكون مفتوح كله على بعضه ده يعني تشالنج من نوع مختلف. ليه؟ علشان انت النهارده في سبيسز معينه او اوض معينه انت عايز تقفليها في نفس الوقت، زي زمان كنا متعودين بقى في الصالون مقفول بقى اللي هو الستيل الكلاسيك بالستاير كده، ومع الاسف دي تبقى مساحه متهدره، ما حدش بيقرب منها غير كل فين وفين لما يجي بقى الضيف اللي جاي من على سفر عشان نفتح له بقى اوضه الصالون. يعني حدش بيجي جنبها اصلا. بالظبط. وبتلاقيها اكبر حته في البيت. أيوة. واخده اكبر سبيس، محدش بيقرب لها ولا حد بيقرب لها. وزي كمان كان زمان الدايننج مثلا مكان السفره، السفره دي كانت دايما يقفلوا، يحبوا انه يجهزوها وبعد كده يفتحوها ويقولوا للضيوف تفضلوا على الاكل. أيوة. او كده. ما بقاش كده خالص، بالعكس بقى دلوقتي علشان الحياه سريعه جدا والعيله ما بتقضيش وقت مع بعض كتير، فبقى احلى ان انت تبقي فاتحه كله على بعضه. فالست وهي بتجهز الاكل، عيالها بيساعدوها، جوزها بيتكلم معاها، كله مفتح على بعضه. ويا ريت يساعدها هو كمان. اه طبعا طبعا، ده اكيد. احنا هو بنحمسه عشان الحاجات دي، بنحاول. فكل فالتقسيمات
مش متخيله هي قد ايه بتاثر عليهم، يعني حتى بتحمسهم، خلينا نقول كده كمان. يعني لو هي قايمه تطبخ مثلا في المطبخ، والمطبخ سان اوبن كيتشن مفتوح على الـ على الـ على الليفنج او على السبيس التانية مثلا زي السفره او كده، لو حد قاعد برا هيبتدوا يتكلموا، فهيبتدوا ايه ده، ابتدوا كونفرسيشن، فهي ما بقتش حاسه بالوقت اللي بتضيعه في الطبيخ بس، او هي مش لوحدها، صح، في حد مسليها، في حد مسليها، في حد بيتكلم معاها، فابتدوا بدل ما كانت خلاص لا هتطبخ بس ده الوقت كان بيضيع لوحده، لا هي بتتكلم مع ابنها او مع جوزها، صح. فبقى برضو يعني صح، بدل ما هي في مطبخ مقفول لا كده احسن لها، لو هي بتقضي وقت طويل في المطبخ ان هو يبقى مفتوح عشان تلاقي ناس حاسه ان هم مؤنسينها ومسليينها برضو قاعدين معاها. بالزبط. دي نقطه مهمه بالزبط. جدا. طب ايه الحاجات اللي ما ينفعش بقى او ما يفضلش ان هي تكون موجوده في البيت، هتسبب نكد، هتسبب عكننه، ايه اللي بيعمل ده؟ طبعا احنا هنا بقى بنرجع لحاجتين. يعني التاثير على النفسيه بيجي من حاجتين، طبعا تقسيمه وشكل ولون والالوان والاختيار بتاع الماتيريالز او الحاجات القماشه والخامات اللي احنا مستعملينها، ده بيأثر برضو على النفسيه كتير جدا. بس برضو الاقوى زي ما انا كنت لسه بحكي لك على موضوع ازاي نقسم السبيسز، يعني او ازاي نقسم الاوض، يعني زي ما كنا بنتكلم على ازاي انه الكابل لما تدي له احتياجاته وتحطي له كل حاجه مكانها وكل، مش هيقلل من الخناق، يعني هما مثلا بدل ما كانوا بيتخانقوا او حد يضايق التاني، لا هو مش هيحصل الاحتكاك ده. لكن مثلا لما تيجي للالوان او الاختيارات لازم يكونوا هما اتنين راضيين، ودي اصعب تشالنج يعني، ودي اصعب حاجه، ده ازاي تلاقي لهم هما الاثنين في نفس الوقت. لا ويا ريت لو هما الاثنين، ده في ناس تانية كمان بتلاقي الحماوات متدخلين، هنعمل الستاير لون كذا وهنعمل الصالون كذا، طب ليه في الاخر ولا الحمه دي والحمه دي هيعيشوا في البيت؟ في اخرهم زيارات طبعا، لكن في الاول في الاخر اللي عايشين في البيت هو الزوج والزوجه، فالمفروض هما كمان اللي يختاروا، مش بقى بقيه افراد العيله اللي بتتحشر دي بدون اي لازمه بصراحه. لا والصحاب والاراء، وشفت ده عند حد، هي السر هنا ان ازاي تفهمي قوي الكلاينت او اللي هيستخدم البيت ده. أيوة. وازاي تخلقيه ليه هو حتى كشكل، كالوان، تقسيمات، يعني ازاي توفقي ما بينهم حتى كالوان، ان هم خليهم يتفقوا على حاجه، هم هيتفقوا على فكره يعني بدايه لو يعني هتحصل يعني تنزل هنا عن حاجه هنا عن حاجه، بس المهم ما يبقاش في حد فيهم حطينا حاجه وهي مضايقه. ايوه، عشان هيفضل طول الوقت كل ما بيستعمل المكان ده او كل ما يبص عليها عارفه متضايقه، صح، فده هيخلق اثر زياده في المضايقه. طب حاجه تانية مهمه جدا، ايه الحاجه اللي مش المفروض تكون موجوده عشان دي هتاثر على علاقه اي راجل بمراته وهم قاعدين في البيت مع بعض، هتاثر عليهم في طريقه التفاهم بتاعتهم، التواصل ما بينهم وما بين بعض، ايه الحاجه اللي مش لازم تبقى موجوده؟ لا هي فعلا في حاجات كتير قوي في وجودها في البيت بيعمل مش بس مشاكل، بيخلي في ديستراكشن او تقل التركيز. زمان كانوا بيقولوا انه لا هو التلفزيون، فلو كده هنحط التلفزيون بس في الليفنج روم او في اوضه المعيشه علشان يبقى الاطفال او العيله والكابل كلهم بيطلعوا يقعدوا يتفرجوا مع بعض، يقعدوا مع بعض، يقربوا من بعض. بالظبط. لكن دلوقتي بقى هتمسكيها ازاي؟ تليفون وايباد وتلفزيون في ايديهم. بالظبط، التليفون هو اصلا تلفزيون في ايدك. بالظبط، فبقى صعب قوي الكنترول بتاعها، فمبقتش زي الاول. فطبعا موضوع التكنولوجي بالذات، انت طول النهار تلاقي الكابلز بيتخانقوا عليا، انت انا بكلمك انت لا انت مش مركز معايا او لا انا سامعك، ها كملي كلام انا سامعك، وطبعا تلاقي التليفون في حته ثانيه، عارفه حته ثانيه خالص. فطبعا التكنولوجي من الحاجات الاساسيه، لان هي اصلا تبتدي خناقات. ازاي نقلل من ده؟ طبعا بتبتدي من ان احنا يفضل بالذات للسن هم اصغر ما يبقاش في تلفزيونات في الاوضه، او يبقى ليها تايمينجز معينه، او في اوضه النوم حتى للكابل مش شرط يكون التلفزيون باين. احنا كتير جدا بنعمل ديزاينز لذيذه قوي بان هي بتقفل بلوحه على التلفزيون، فهم لما بيبقوا فعلا جاهزين ان هم يتفرجوا على التلفزيون بيفتحوا التلفزيون. بس مش هم طول الوقت قاعدين هم بيتفرجوا على التلفزيون، صح. او هو موجود في الباك جراوند. فدي من الحاجات اللي بتاثر قوي قوي على ازاي يتعاملوا مع بعض، او يخليهم يقلل من الاحتكاك او من المشاكل. بالظبط. بالظبط. حاجه طبعا اساسيه تانية وطبعا كلنا بنتوصى بيها كستات، انه ازاي الهوردنج او كلاس لما تسيبي حاجات كتير. كراكيب. كراكيب. احنا نموت في كراكيب. احنا بنحس ان احنا هنحتاجها بقيه حياتنا. واحد بيصعب عليه كمان هو يفرط في الحاجه، ما اعرفش ليه، يعني مع ان خلاص الحاجه ادمت واتبهدلت بس بيبقى الواحد بيبتدي يرتبط بيها، بيبتدي يحس ان هو مش عايز يفرط فيها. علاقه. ايوه. هو
طب لو استخدمتها هتنفع، طب يمكن، طب خساره. لا وبالذات دلوقتي مع الفاست فاشن او الفاشن السريع، كل البنات او كل الستات بقى عندهم لبس كتير جدا. صح. جدا جدا. صح. جدا. صح. فبقى طبعا بتبتدي واحده واحده يخش على دولاب الراجل، وفي الاخر الراجل مش عنده اصلا دولاب. صح. صح. فدي طبعا خناقه من الخناقات الاساسيه. هم هي ضرفتين اخرك، مش محتاج اكتر من كده. فبقينا نحب ان احنا نبعدهم اصلا عن بعض كدواليب. أيوة. صح. سواء دراسنج او دواليب. أوه. اللي هو هما في نفس المكان او نفس الزون وممكن يتعاملوا مع بعض، بس لا يعني حتى عشان يديهم شويه خصوصيه بنحاول يكون ما بينهم بارتيشن، او يكون في فاصله ما بينهم حتى عشان يبقى في حدود. أيوة. كل واحد عارف حدوده. عرفت منطقتي لو سمحت بره دي بالظبط. كمان التخزين، انه ازاي يكون في الديزاين دايما في اماكن تساعدك على التخزين، وبالذات في اوض الاطفال والمطبخ طبعا. بس انه مثلا تحت السرير يبقى ديزاين بتاعه حلو، بس يبقى في حاجات بتتفتح من تحتي تخليكي تحطي العابه. دي من الحاجات بتاثر نفسيا حتى على الاطفال، ان هم يشوفوا كل حاجه نظيفه في مكانها مترتبه، من الاساسيات بتاعت الديزاين. فطبعا لو مش موجود مكان ستورج او مش موجود مكان تخزين، ده بيأثر ان هو غصب عنه هيبتدي يطلع لبره. ما الحاجه هتروح فين؟ لازم تروح في حته. لو مفيش مكان تخزين اهو مالناش دعوه، جهزوا لنا دواليب تخزين، والا حد يشيلونا على حاجه. مش هتلحقوا على الخناقات. مش هتلحقوا عليها. دي مهمه قوي فعلا. طيب بما ان انا عارفه ان انت عملتي تصميمات لمدارس برضو قبل كده، مش بس بيوت، ايه الحاجات اللي بتهتموا قوي بيها وانتوا بتصمموا مدرسه؟ يعني انا مثلا عارفه ان طبعا كلنا بننصح اولادنا ان هم يكونوا في اي مكان كبير ومفتوح، نادي، مدرسه، ايا كان، ان هم ما يروحوش اي حتت مقفوله لوحدهم، اي حتت ما حدش يبقى شايفهم. فانتوا برضو بتحطوا ده في الاعتبار ازاي؟ ما هو اكيد طبعا هيبقى في سلم، فلو في سلم ممكن يبقى في منطقه تحت السلم، واحد بيبقى قلقان ان هو الطفل يتعرض للتنمر في الاماكن اللي هي ممكن ما تبقاش الناس شايفاه فيها كويس. فبتاخدوا بالكم بقى من التفاصيل دي ازاي؟ طبعا المدرسه بالذات علشان هي كلها قايمه على متابعه وعلى سوبرفيجن وعلى انه المدرس بيركز مع الاطفال علشان ما يديلهمش المساحه ان هم يغلطوا. فزي ما انت بتقولي بالظبط، ازاي تخلي بالك انه ما يبقاش في حاجه مقفوله، في نفس الوقت تقسمي وتدي سبيسز او تديهم مساحتهم من غير ما يبقى برضو تساعدي على الديستراكشن او ان هم ما يعرفوش يركزوا. فهنا بقى بتيجي انه تمسكي بجد زون زون وتعيشي الطفل هيحس بايه او هيتحرك ازاي. يعني مثلا السلالم مش مفروض ان عمرها تكون مقفوله. حتى لما بنيجي نعمل الديزاين بتاع السلالم بنعمل حته ازاز مكشوفه على حته بتاعت الادمن او الحته بتاعت الريسبشن اللي هيشوفها حد من المدرسين، عشان حتى لو المدرسه عدت وطالع وراها بقيه الاطفال ما يحصلش حاجه من وراها هي مش شايفاها. هو الطفل اول ما بيبقى عارف انه الحته دي مكشوفه هتلاقي تصرفاته اتغيرت تماما. يعني كل حاجه اتغيرت. نفس الحاجه مع الكلاس رومز او الفصول، بيبقى لازم يكون في يوم فاتحه ازاز من غير ما تضايقهم او تخليهم مش عارفين يركزوا في الكلاس، بس لازم يكون اللي هي مكشوفه. اللاندسكيب او الحته الاوت دور او الحته الخارجيه بتاعت المدرسه اللي هم بيلعبوا فيها والكورتس، ما ينفعش يكون فيها اي بنسميها دات كورنرز او الحته المقفوله. أيوة. اللي هي عارفه زي الخنادق الصغيره اللي هو يعرفوا يستخبوا جواها. أيوة. عشان حاجات كتير جدا، منها يعني السيفتي بتاعتهم قبل اي حاجه. بالظبط، اهم حاجه الامان. الامان. فدايما بنحاول ان احنا نخليها لا مكشوفه، مفتوحه على حاجه تانية. دايما تيجي اللي هو مش مقفوله في اكتر من انجل، لا بيبقى دايما مكشوفه على بقيه السبيسز. ودايما بنحاول دايما المكشوفه على يا اما مدرسين يا اما المكاتب بتاعتهم يا اما الحته الايل في النص فالممشى، عشان لو في اي حد معدي او في اي حد بيشرف يبقى شايفهم. فدي من الاساسيات لما نيجي نتكلم عن ان احنا ازاي ما يبقاش حاجات مقفله. صح. الحاجه الثانيه كمان بنحاول ما نخليش دايما، وحتى كان شغالين في اخر مدرسه، انه ازاي ما نخليش الطفل يتعرض ان هو ياخد كلام من المدرس او يغلط، نقلل له الخطا. يعني ازاي بقى؟ حاجه بسيطه جدا زي مثلا الاطفال الصغيرين في النيرسري مثلا، في الحضانات، وهم بيمشوا دايما تلاقي المدرس عمال تشده من هنا وتجيبه من هنا. تعالى يا حبيبي امشي من هنا، انت رايح فين؟ عشان في حته يعدي منها. لكن انا لو بعديهم مثلا من المكتبه وانا عامله جهه حتى لو بارتيشن قصير، خلاص هو هيمشي في اللاين بتاعه. هو غصب عنه هيعاني ان هو هيمشي، ما عندوش اصلا اختيار ان هو يطلع بره الصف، فمش هيضطرها ان هي تشده
ترجعه وتقلب عارفه. فبنقلل قد ما نقدر من كل ده. بتراعوا التصميم ان انتوا تراعوا اصلا الاطفال ان هم ما يتلخبطوش او ما يتوهوش او ان هم ما يقعدوش في حته على قد ما نقدر يعني. بنحاول نقللها على قد ما نقدر في كل حاجه. حتى من الحاجات برضو الجديده اللي انفوجرافيكس انه ازاي تخليه هو لوحده عايز يمشي في لون معين. يعني ازاي حتى ان انت تعملي الجايد بتاعه انه بقى شايف فيه لون هو ماشي وراه فيبقى حابب يمشي على خط مستقيم، فتلاقيه هو لوحده ملتزم من غير ما يحصل اي تدخل. أيوة يعني أيوة صح. فطبعا صح. كل الحاجات دي بتاثر يعني. حلو قوي. طب بما ان دلوقتي ناس كتير قوي بقت بتشتغل من البيت، هو اللابتوب قدامك، زوم ميتنج او ايا كان يعني طريقه الشغل، انت قاعده في البيت بتشتغلي او بتشتغلي من اي مكان، امتى ده ما يكونش صحي؟ يعني هل في اماكن معينه يفضل ان احنا نقعد فيها واحنا بنشتغل واماكن لا، ولا مش فارقه؟ ده دلوقتي الحاجه الجديده ان الناس كلها تشتغل المكتب، يعني ده من الاساسيات من الريكويرمنت. بالظبط بالظبط. اوضه نوم ومكتب في البيت. بالذات من اول كورونا خلاص الناس ابتدت بقى وتعودت على الموضوع ده اكتر. لا، وبقى جزء من حياتهم وبقى جزء مهم، وساعات بيكونوا الاثنين بيشتغلوا من البيت فعايزين مكانين عشان تليفونات والحاجات دي كلها. صح. لا، هي من الاساسيات اصلا عشان فعلا يعرفوا يشتغلوا او عشان فعلا يقدروا يحسوا نفسهم ان هم دخلوا في مود الشغل، لازم يقوم بالنسبه من مكانه. يعني ما ينفعش الجزء ده يكون مثلا من اوضه النوم او من ليفنج روم الديلي، لازم يكون مجزأ منها. لازم يحس ان هو لبس وقام وقعد على مكتب والمكان ده يعني المكان فعلا بتاع الشغل. أيوة. اكنه دخلت فعلا مكتبي. صح. حتى لو الحته دي صغيره جدا وبس جزء مثلا واخد شويه برايفسي ويبقى ليه خصوصيه على جنب شويه، بس عشان الشعور ان هو لا انا بدخل مود الشغل. دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه الاهم النور، ان هو تكون في حته فيها يعني مش يعني طبعا يفضل اللي هو لو النور طبيعي او الاضاءه الموجوده في المكان، عشان دي نفس الحاجه برضو اللي بنواجهها في المكاتب. يعني لو قاعده بشتغل في حته مقفوله ونورها مش مريح مش تقدري تكملي وقت طويل. صح. هتحسي ان صداعه. دي حقيقه. وهتحسي ان انت لا مش قادره تركزي او صداع او انت جعانه او عارفه، هتبتدي تحسي مش فاهمه مش مركزه. صح. عدم التركيز جاي منين. ولكن هو اغلبيه الوقت بيبقى اضاءه او مكان مريح يعني ما فيهوش طبعا لو في اطفال في البيت يبقى بعيد عنهم طبعاً. عشان يعرف يعمل اي مكالمات او شغل تركيز. او تركيز كامل. طبعا بالظبط. فاحنا دلوقتي اغلبيه الديزاينز اللي بنعملها في البيت للمكان الاوفيسز لو عندنا طبعا سبيس اللي هو لو هي مثلا متاح ان احنا نقدر ننقله في حته في اوضه لوحدها طبعا ده يفضل. لو لا بنختار الاماكن اللي هي مثلا الليفنج روم الحته الكاجوال شويه ونخلق منها سبيس ببارتيشن مثلا اللي هو بطريقه ما ان هو لو قفله خلاص هو في مكتب في زون بتاعت مكتب. ولو احتاجوها حتى يقدروا يفتحوها وتخش مع بقيه السبيس او مع بقيه الليفنج روم. يعني حلوه قوي دي. حلوه قوي قوي الفكره. طيب سؤال بقى يهمني انا جدا، ازاي احافظ على عفش البيت لو عندي كلاب وقطط في البيت؟ طبعا ناس كتير عندها حيوانات في البيت، وبصراحه يعني على قد ما بنحبهم على قد ما ساعات بنعاني من عفش البيت اللي بيتبهدل، فبنكون عايزين نعرف نعمل ايه. في كوارث ساعات بتحصل نورهان، انصحيني اعمل ايه؟ ما حدش عنده قلب كبير للحياه قدك يا شيرين بصراحه. يعني ما حدش يعني شيرين في حته ثانيه يا جماعه يعني بجد، يعني اهتمامك بيهم وبتاع خلينا احنا اللي لازم نركز في الديزاين ونطلع حاجات حلوه وحلول ليهم يعني. ايوه والله دول اهم حاجه صراحه. انا ببقى مهتمه ان هم يبقوا عايشين حياتهم في البيت طبيعي. انا من الناس اللي بيبقى بالنسبه لي ما عنديش حته اللي هو لا ممنوع يدخلوا الاوضه دي، لا ممنوع يطلعوا على كنبه. خلاص طالما انا قررت اني اربي حيوان في البيت عندي اي كان بقى كلب او قطه او ايه، يبقى بالتالي لازم يكونوا عايشين بقى حياتهم في البيت عادي، يعني يستعملوا البيت طبيعي جدا. هيبقى صعب تقسميهم وتنعيهم. بالظبط. ما انا مش جايبها عشان اعزمها اقول لهم لا لا لا، فاهمه؟ فخلاص يا اما بقى ايه ارمي بقى زي ما بيقولوا كده طبط البيت واقول بقى خلاص، يا اما ما اجيبش حيوانات. بس في نفس الوقت محتاجه اني برضو اعرف احافظ على البيت ازاي، يعني الكنب مثلا، الارضيات، حاجات كتير جدا بيبقى السجاجيد الواحد بيبقى برضو حاسس ان هي بتتبهدل، فازاي اقدر احافظ بقى على البيت في وجود حيوانات؟ بصي هي ليها كذا طريقه، بس الاهم ان انت تبقي عارفه من الاول ومجهزه نفسك ان لا في حيوانات في البيت والحيوانات دي هيكونوا جزء من البيت وهيدخلوا البيت وهيدخلوا السبيس. فيبتدي من الاول احنا عارفين ان كل حاجه بنستعملها وكل قماش بنختاره ده يقدر يستحمل الهيفي ديوتي ده او الاستعمال القوي ده. فيعني مثلا
انت عارفه اكيد يعني مش محتاجه اقول لك، الكلاب بيحبوا قوي مثلا يعضعضوا في الفرش ده من الخشب بالذات ده اساسي. فطبعا هنروح لاتجاه تاني اللي هو نختار حاجات، وبالذات دلوقتي ان هي موضه جدا ان هي كلها تبقى متنجده، فلما بتكون اقل التنجيد هو ما بيبقاش عنده حاجه يقدر يمسك فيها او سنانه تمسك فيها كعضعضه، فده هيقلل من ان هو يبتدي انتراكت او يقطع في، مش هيبقى لاقي حاجه مغريه بالنسبه له ان هو يكسر او يقطع فيها. ازاي تقللي من حته الاغراء ان هو يعض او كده. بعدين القماش مثلا دلوقتي بقى لا يعني كويس، بقى في ماتيريالز كتير جديده نقدر نستخدمها للموضوع ده، منها القماش الووتر بروف. القماش الووتر بروف ده اللي هو ضد الميه او ضد اللي هو بنستعمله كمان اكتر في الاوت دور او في الحتت المكشوفه، عشان ده بيستحمل شمس وحراره وميه والسكراتش اللي هو الخربشه، علشان هي مشكله الكلاب اكبر واكترها خربشه طبعا. فان هو لما تستعملي من الاول تعملي كفر كمان، مش شرط حتى تكون الكنبه نفسها، يعني حتى لو عندك كنبه من قبل كده انت عايزه تستعمليها وهي مش كده، سهل جدا ان هي بتعمل لها كفر، نفصل لها كسوه بقى، كسوه حتى تغيير ليكي ان انت كل فتره حتى بعد فتره طويله تقدري تشيلي الكفر تحطي لك ان الكنبه محافظه عليها وزي ما هي. حلوه الفكره. والفابريك نفسها مش هيبان عليها والقماشه نفسها مش هيبان عليها البهدله، عشان حتى لو عندك ضيوف او عندك حاجه أيوة. يبقى شكلها زي ما هي برضو شكلها بالذات حلو. انه الكلاب بتنزل شعر كتير كمان، انت مش عايزه طبعا تستعملي حاجه زي ال الشاموا او الحاجات اللي هي بتجمع في شعر، صح. فبنختار صح. الحاجات اللي هي الخيط بتاعها اقصر، الحاجات دي كلها فيبقى سهله للتنظيف، صح. او حتى تقدري تنظفيها بمسح او كده، فدي يعني من الحاجات. طبعا بقى بتيجي كمان ازاي تختاري الارضيات نفسها ان هي حاجات ما بتتجرحش. يعني في دلوقتي مثلا اتش دي اف، الاتش دي اف من الحاجات اللي بتجرح جدا جدا وبتعمل صوت كتير جدا، بالذات حتى لما تشوف الكلاب ماشيين عليها هتسمعيهم اكتر، صح. فبتبقى برضو مزعجه شويه. فدلوقتي في اتش دي اف جديد ما بتجرحش، فتبقي عامله حسابك من الاول انه لا انا عايزه ان انا لا اركز ان انا اختار حاجه اللي هي انتي سكراتش اللي هي ما فيهاش تجريح، عشان خاطر حتى لو هم مشوا عليها او اي حاجه بالزبط. تعيش معايا اطول، صح. فكل الحاجات دي طبعا بتفرق. ربنا يستر لما نشوف اروح البيت وابتدي بقى ايه اعمل كسوه كذا كسوه لكذا كنبه وابتدي اظبط الدنيا شويه. طب بقول لك ايه بقى، انت كلمتيني في نصايح كتير وافكار كتير وحاجات لذيذه كتير، بس انا عايزه العب معاكي لعبه، ايه رايك؟ يعني انا طلعت معلومات كتير لذيذه دلوقتي، بس انا عايزه اختبر معلوماتك كده ايه في الافلام شويه، ايه رايك؟ طب ماشي، يلا بينا. طبعا يلا بينا. يلا بينا. بصي بقى، هسألك كام سؤال من الصور اللي انت شايفاها دي، تقولي لي ده انهي فيلم. اوكي حلو. يعني دلوقتي الصوره اللي قدامك دي دلوقتي كانت من فيلم ايه، وعندك 5 ثواني تردي. ده ما ينفعش تنسي، ده هوم الون. برافو. ايوه. طفولتنا كلنا بالظبط، فيلم العيد دايما دايما. الشقه دي من مسلسل مشهور جدا، شقه مين وفي مسلسل ايه؟ 5 ثواني. لا دي مش محتاجه 5 ثواني. طبعا فريندز وجوي. طبعا شقة جوي. ايوه كلنا كلنا. How you doing؟ المطبخ ده كان في فيلم بيتكلم عن اجازه الكريسماس. ها 5 4. مش فاكره. 3 2 1. قولي لي بقى. ذا هوليداي. فلتت منك واحدة، مش مشكلة. طيب الكرسي ده أظن يعني الناس كلها عارفاه، كان في مسلسل إيه؟ لا يا نورهان ما ينفعش. أو ماي جاد، جوليا روبرت. لا سوري، أنجلينا جولي بتاع. لا لا ماجنيفيسنت. لا غلط غلط. جيم أوف ثرونز. أو ماي جاد يس. أيوه طبعا. طيب الليفنج روم دي من فيلم في الستينات، وفيلم مهم جدا في الموضه، فيلم ايه؟ الموضه يبقى بريكفاست ات تيفانيز. بالظبط. برافو برافو. لا عجبتيني. برافو برافو. لا معلوماتك يعني كويسه طبعا. حاولت. 4 من 10. حلو قوي. نورهان بجد ميرسي جدا جدا ان انت كنت معايا النهارده، بجد انبسطت قوي قوي يعني. لا انت اصلا قاعده معاكي كانها اصلا مش يعني لذيذه خروجه. ربنا يخليكي، انا بجد مبسوطه ان احنا كنا صحاب بندردش مع بعض. انبسطت جدا من كل حاجه قلتيها لي، بجد هروح البيت وهرجع وهعمل كل اللي انت قلتيه. لو محتاجه اي مساعده خلاص. اتفقنا اتفقنا. ميرسي جدا جدا. ميرسي ميرسي.